عودي معكم للمتابعة. هلا عن جد اتصلوا فينا لأن رقم التليفونات عم تمرق قدامكم، أي سؤال تحبوا تطرحوه على مايا نحن جاهزين إنه نجاوبكم. بانتظار الاتصالات. صباح الخير مايا. عن جديد. ولادي بالدنيا. كنا عم نحكي من شوي على القعدة قدام التلفزيون قد إيه بتعطي نصاحة وقد ايه بتعطي اوبيزيتي وقد ايه كمان بتزيد الكوليسترول والتريجليسيريد لانه قعدت 6-7 ساعات، هيدي بيرافقها كمان مشاكل خطيرة نفسية، يعني بين الالزهايمر المبكر، بين الامور يعني اللي بالفعل الدراسات فرجت هذه الامور هيدي انه مش لازم اكثر من ساعتين واذا فينا بطريقه غير متواصله، اذا بتخبرينا شوي عن هالموضوع. اول شيء يعني بيرافقها مشاكل بتبلش من الطفوله، بتبلش من اعمار كثير صغيره مثل تاخر بالنطق مثلا، نحن اوقات كثير بيجينا حالات تخيل لاي درجه بيكون البروفايل اللي شايفينه قدامنا او الحاله اللي قدامنا اعراضها بتكون كثير شبيهه باعراض التوحد، يعني نحن بالفعل اوقات كاخصائيين بنحتار، يعني بنشوف انه في اعراض توحد بس او مش مكتملة أو مميزاتها منا واضحة ما بتسمح لنا نشخص حالة توحد. أوقات كتير بنكتشف أنه هالولاد بلشوا يقعدوا قدام التلفزيون من أعمار كتير صغيرة وصار في وبالتالي نوع من الإهمال لإلهم، لأن احنا بنعرف أنه وقت الولد بيقعد قدام التلفزيون ما في كوميونيكيشن وما في تواصل معه من أهله. لأنه الأهل الغلط يلي بيعملوه أنه بأغلب الأحيان بيقعدوا أولاده قدام التلفزيون يعملوا شيء تاني وهالشيء بيكون طويل، يعني مثل أنه أطبخ طبخة يعني مينيموم ساعة ساعة ونص، مثل خلص شغل البيت ساعتين ثلاثة راحت قدام التي في، فالولد بيلاقي حاله قاعد لوحده. والأخطر من هيك جوزيف إنه الأهل أوقات بيقولوا له مثلا إنه مثلا ما دورا عم تحكي عم تسأل السؤال وهو عم بيجاوبها مثلا لدورا الولد أو أي رسوم متحركة تانية. أنا دايما بقول لهم طب هو عم بيجاوب بس ما هو ما في محاور مقابله، لو جاوب ما في تواصل. يعني إذا سألت سؤال مثلا كم كرزة في على الشجرة وهو جاوب 4 وقالت برافو، هيدا الشيء ما بيعني انه صار في محاور قبل الولد، دورة ما صارت محاور او غير دورة، فبدنا كوميونيكيشن، بدنا تواصل مع الولد. بس ما بيفيد ابدا هالموضوع مثلا؟ لا اكيد بيفيد، بيفيد الافاده الثقافيه. أوكي. يعني بيفيد افاده المعلومات العامه، بيفيد الافاده الثقافيه اكيد. وقت التي في هو وقت بلاجر، هو وقت متعه للاولاد، هو وقت يتعرفوا فيه على حياه ثانيه خليني اسميها ويوسعوا خيالهم كمان. لانه بدنا نغذي المخيله، بس مثل ما انتم كمان كنتوا عم تقولوا انا هيك حضرت شوي انه الوقت بدنا كثير نكون حريصين انه ننتبه له، يعني هون الوقت بيختلف اكيد بحسب الاعمار، بس بكل الاحوال إذا بدي أحكي تحديدا عن الشريحة اللي هي بتمتد بين عمر 4 سنين وعمر 6 سنين 7 سنين، إذا ما بدي أحكي عن الأعمار المتقدمة، هالوقت إذا بدي يكون كتير ستريكت بده يكون أفضل يكون ساعة بالنهار، يعني أفضل إنه ما نعلى عن الساعة بالنهار، أفضل. وإذا علينا عن الساعة نقسمهم. طيب خلينا ناخذ اتصال نرجع نكمل. ندى صباح الخير. ندى صباح الخير، يعطيكم العافية. الله يعافيك، تفضلي. وعليك يا رب. دكتورة كيفك؟ الحمد لله ندى. الجمعة الماضية حكيتيك وساعدتيني بشغلي، هالجمعة عندي مشكلة ثانية. بنتي اللي خبرتك عنها إنه عمرها 11 سنة، هلا واقعين بمشكلة ليه؟ يعني لو شو ما عطيتيها عنا كلمة ليه؟ 11 سنة وعنا كلمة إنه ما حدا عم بيسمعني، لو سمعتيها وعطيتيها وجهة نظرك بتضل عندها كلمة ليه لتاخد الجواب اللي هي بدها إياه. أوكي. الجواب اللي هي بدها إياه. إيه بنضلنا على كلمة ليه 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 لا أوكي توصل لمرحلة إنه تعطيها تقريبا الجواب اللي هي بدها إياه، بس إنه مو هي مهم هي ارتاحت. أوكي. بس هاي مشكلة أنا عم بوقع فيها إنه ما عندي خي عمره 16 سنة. طب أوكي. ليه هو؟ ليه هو هيك؟ طب ما هو كبير وأنت أصغر. هلا عم بحاول مرق بيناتهم إنه أمرار بعاقب هيدا أمرار بعاقب هيدا، بس بحس أنا الكبير عم بينظلم. هي بتقبل ما بتقبل بالأجوبة اللي بتعطيها إياها حضرتك؟ لا لا لا، هلا أمرار فرضا بدي أروح عند بنت الجيران، مامي مش هلا بعد الظهر. ليه؟ مامي ما هلا منخلص كم شغلة أو فرضا بدي أقول لها ضبي أوضتك. طيب ليه؟ اوكي. وهي عم بتعند كثير بالحياه اليوميه، يعني بتشوفي انه عندنا مشكله، يعني فرضا عندنا بدنا نعمل شغله انا وياها، بليز ماما اعمل هاي. طب ليه انا؟ اوكي ما انت بتساعديني وانت كذا، طب ليه مش هو؟
يعني بدها طلباتها وبدها انه مثلا اذا عندها بدها تظهر او بدها تعمل، عم بتعند يعني انت عم بتشوفي انه بدها مثل طلباتها تكون مستجابه. بس شو قصه السؤال ليه؟ يعني ليش هالتعليق على هالكلمه مايا؟ هيدا نوع من النقاش، يعني نوع من الجدل او نوع من الخناق اذا بدك. امرار اخر شيء بعد كذا كلمه ليه بقول لها خلص فوتي على اوضتك وانتهينا. مظبوط، لا ما بقعد فيك، ما بقعد عندك طريقة تخلص الموضوع. لأنه أعصابك خلص ما بقى فيك. مظبوط. فبتمنى تساعديني. تكرم عيني. ميرسي كتير، كلك ذوق. أول شيء عم نحكي عن عمر 11 سنة، يعني عم نحكي بلشين الهرمونات على بكير. عم نحكي هيدا موضوع جذاب، هون بدك تشوفي يعني جذاب شو القصة. اتصلي فيي مدام أنا بحبك بخبرتي أدبك. أنا رح حول لك البيشنت اللي بيجوا مراهقين عن جد بهالحالة هيدا. أكيد بداية المراهقة مثل ما بتعرف أنا بقول في المراهقة اللي هي بداية ال 11 سنة 12 سنة، وفي ما قبل المراهقة يلي هو عمر تقريبا 8 سنين اللي كمان بيكون في صعوبة، بيكون في جدل وبيكون في نقاش، والولد كتير بيصر على انه يلبي رغباته وينفذ رغباته. نعم. بس بكل الاحوال اذا بدنا نحط المراهقة على جنب، اذا بنطلع بالموضوع بنشوف انه هي بدأ انه تعمل اللي هي بدها اياه، يعني هي عم بتحس حالها كبرت مثلا، هي عم بتحس حالها انه ولا انا لازم تسمعوني، اقنعوني بفكرتكم تقتنع، ما تقولوا لي اعملي هيك بدون ما تقنعوني، من هون جايه كلمه لا، انه انا بدي اقتنع، اذا اقتنعت بعمل لك اللي انت بدك. بس بهالكثافه اللي عم بتقولها، يعني حتى اذا بتقلها ضبي اوضتك بدها تسالها ليه، اذا بتقول لها بكلي هيدا بتسالها ليه، يعني هالقد في ليه. هلا هون انا بتطلع بلاقي وبقول لها خليها هي تراقب هيدا الموضوع، ما بعرف اذا هي كمان فينا نسالها اذا عندها نوع من التمرد بشخصيتها، يعني في اولاد او مراهقين هن بيكون عندهم تمرد بشخصيتهم، وبالتالي هالتمرد بيصير انه بدهم يجادلوك كثير وبدهم يناقشوا وبدهم انه هي شو بتفيد تنعملها وليه بقى نعمل كذا وليه كذا، بصير فيها النقاش مع الاهل. بس كيف ما طلعنا بالموضوع ندى، اول شغله بدنا نعملها هو انه نحن بدنا نحسسها انه كبرت اول شيء. يعني انا بحسسها انه كبرت وقتها بعطيها مهام، وقتها مثلا بخليها انه تشاركني بقرارات معينه، يمكن انت رايحه تشتري غرض للبيت، يمكن الطبخه اللي بدك تعمليها اليوم، يمكن فستان لإلك، غراض لإلها، انه مام انا رح روح معك بس انت بتنقي التيشيرت اللي على ذوقك مثلا، نحسسها انه هي صار عندها قرار انه هي يعني حتى بعمر اكبر اوقات بيمرقوا بمرحله بيطلبوا بيقولوا لك خلينا نعمل شيء معكم يفيد. مزبوط، هيدا السؤال بينقال انا بسمعه يعني، بس انه ما بتجي باستمرار، بس بتطلع يعني اوقات بيطلع معهم هالفكره. أكيد. انه هن بدهم يكونوا انفولد بالقصص اللي نحن بنعملها بالبيت. هي من هيدا العمر ومن قبل حتى، مش بس من هيدا العمر، يعني من عمر التسع سنين تقريبا كثير بحب الولد انه نحن نناقشه، يعني بحب انه انت تناقشه وكانه هو كان شخص كبير، يمكن تناقشه بامور بتخصك لإلك، يمكن بتخصك انت وزوجك، يمكن بتخص البيت، الامور اكيد اللي قادره هي تفهمها. نعم. بس انه نناقش الولد، يعني تعتبريها صديقه لإلك، هي بتكون شغله كثير مهمه. وهي المشكله ما تحسسيها انها مشكله، ما تحكي عن المشكله قدام القرايب، قدام الجيران، قدام خيا. نعم. لانه عم بتعزز الغيره من خيا، وعم تعتبر انه خيا هني وخيا مريحكم بالوقت اللي هي كثير تعبت تكون. هاي كمان نقطة بدنا ننتبه لها. هاي النقطة اللي عم تحكيها كثير، هيدي كثير بتصير بالعيال، هيدي كثير بتصير بالعيال. هلا شغلة ثانية فيك تعمليها كمان، إنه من الأول بقى نرجع نعيد مثل إقامة أو سرد القوانين بالبيت. نعم. يعني في أشياء مثلا بدها تفهم إنه هي يوميا بدها تصير، يعني مام بدك تساوي تختك يوميا، وبفسر لها أون فوا ليه، يعني عم تفسر لها مرة ليه، لأنه أنت مسؤولة عن غرفتك، لأنه أنت صرت بعمر أنت يمكن بدها شرح أكثر إذا بتتصل فيكي تحت الهواء بحاجة. أكيد أكيد. أوكي. إذا بدك ما في مشكلة. نعم. خلينا ناخذ اتصال حتى ما نطر كثير متصلي. الو، صباح الخير. صباح الخير. الو، اسمعينا اذا ممكن من تليفون ووطي التلفزيون لنقدر نتواصل، او اذا بترجع بتتصلي فينا. طيب مايا، يعني هالعمر اللي هو العمر الحساس، يعني انت دائما بتتهميني انا بهتم فيه زياده، بس هو وقت يمرق الانسان بكل مراحل العمريه كل مرحله لها اهميتها، ولكن مرحله المراهقه هي اكثر مرحله يا فيها صعوبه، بتكون عقد، يا بتكون مشاكل بين الاهل وبين الاولاد، يا يعني بده يكون الاهل هون كثير اثقياء ليقدروا يكسبوا اولادهم
من يمهم او من طرفهم. هلا تقلك شغله، هي مش اكثر مرحله بتكون عقد، هي بالعكس الطفوله اللي قبل المراهقه هي اكثر مرحله بتعرض الولد لمشاكل نفسيه او لاضطرابات نفسيه اللي نحن بنسميهم عقد او كومبلكس، بس نعم. هن صعوبات، مشاكل، اضطرابات الى اخره، اكيد بنطبع امور بشخصيتهم وهن بيطبعوا امور بشخصيتهم بحسب الخبرات اللي عم يكتسبوها. هي مرحله المراهقه هي من اصعب المراحل لانه هيدي المرحله اللي هن بيعتبروا فيها انه صار فيكم شوي بين مزدوجين تحلوا عنا، يعني صار فيكم شوي تتركونا، انه نحن كبرنا ونحن بنعرف. دائما بنحكي عن الاولاد، هن بيقولوا هيك، ودائما بنحكي عنهم لالهم. طيب الاهل مش بحاجه كمان اوقات للراحه؟ يعني بتحسي بهالعمر انه بدهم اياهم يبعدوا شوي عنهم لانه بحاجه، لانه لاوقات لالهم، اوقات فريدوم للاهل. اوكي رح اقول لك شو هي القصه، انه الاهل بنفس الوقت بهيدا العمر بحسوا بهالنزاع، يعني بحسوا انه الاولاد عم يبعدوا عنهم لانه عم يعملوا اصحابهم وعم يعملوا حياتهم وعم يعملوا ظهراتهم. نعم. بس بنفس الوقت بمنحه ثانيه من حياتهم الطلبات بتزيد والضغط على الاهل بتزيد. رح اقول شو هي هي النواحي، مثلا من النواحي الماديه الطلبات بتزيد على الاهل لان طلبات المراهقين بيزيدوا، ظهراتهم، لبسهم، بده يكونوا على الموضه، يعزموا رفقاتهم، وات ايفر. يلي بيزيد كمان هو اوقات الضغط يلي بيمارسوه من خلال اصدقائهم. نعم. يعني اجمالا بسنوات المراهقه كثير بحب المراهق انه رفيقه جاي لعندي، رفيقه جاي لعندي، بيصير انه كانه ما في بقى اذا بدك رولز بالبيت، انه نعم. ساعات بده رفيق بيجي لعندي وساعات بده رفيقه بتجي لعندي، بيطلعوا الاهل بيلاقوا انه يمكن البيت على شوي صار لاصحابهم لاولادهم، فهيدا الشيء كثير بيزعج الاهل كمان. عايشه معي بالبيت، عايشه معك وهي هيدا التفكير وهيدا الفكر حال الواحد انه بطل بيته. تقول لك شغله، مش عم وجه لك كومبليمون. لا انه انا دائما بوجه لك كومبليمون، بس ما فكروا المشاهدين انه عم وجه لك كومبليمون، نكون موضوعيين يعني. نعم. بس يكونوا الاهل جان يونغ، بس يكونوا شباب الاهل وصغار بالعمر. هلا حبيتك مدى العمر. هلا بس يكونوا صغار بالعمر، هيدا الموضوع، هيدا المشكله بتنطرح اكثر لانه الاولاد بيعتبروا انه جان بي او امي او يلا انه كول، نحن بنعزم رفقاتنا وبضلوا رفقاتنا عنا، غير عم ما يكون الاهل انه بابا نايم ما تفتحوا تمكم ما فيكم تجوا لعنا، هلا بابا بيجي تعبان، فبتتغير المعادله كلها. بس هلا ما بعرف اذا لقلك جوزيف اتس تو ليت، اذا لقلك اتس تو ليت، خلينا اول شيء نوجه النصيحه للمشاهدين انه من الاول يكون في رولز بهيدا بهالخصوص. أكيد. هيدا أكيد. يكون في رولز انه مثلا في ايام تنقول بالاسبوع ممنوع حدا يجي لعنا، لانه هيدي الايام يمكن نحن بننظف البيت، يمكن نحن بدنا نمد اجرينا، يمكن نحن بدنا نكون فاميلي تايم لإلنا، يمكن انا عم بهتم بشيء معين بخصني خاص فيي، يعني في ايام محدده ما في حدا يجي لعنا، يعني ما بدنا نفتح لها بطريقه انه ايه ساعه بده رفيقك يجي وساعه بده رفيقتك تجي، بده يكون في نورم، بده يكون في قوانين بالبيت، هيدا شغله كثير كثير مهمه اكيد. نعم. من الاول بالنسبه لكل شيء، بالنسبه للمصروف، بالنسبه لانه كم مره مثلا بعزم رفقاتي على العشاء، في يعني في رولز. هلا بنكمل بس رح تمنط النسرين. نسرين صباح الخير. لا نسرين بدنا نتفق نحن وياك نسمع بعضنا، هاي ثاني مره. نسرين يا نسرين من غير لا. عم يفتح الخط بس عم يرجع ينقطع. صحيح عم اسمع. هلا بدي ارجع شوي جوزيف للاتصال اللي قبل اذا في وقت. سوري. اذا ما اجى حكيم. حكيم 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 من ليبيا. صباح الخير حكيم. الو صباح الخير. كيفك يا حكيم؟ الو صباح الخير. يا هلا يا هلا، تفضل شو سؤالك حكيم؟ والله بدي اسال، عندي ابن اختي مصاب بالتوحد وعنده اعراض غريبه هيك يعني لي 4 سنين، بدي اشوف الاخصائيه شو بتقول عنه يعني. شخصوا له التوحد؟ طبعا هو عنده 4 سنين ونص، وكانت امه يعني بتحطه قدام التلفزيون فتره طويله بسبب ظروف الشغل تبعي لها، وبعد ما توفى ابوه طبعا رجعت عنا على البيت هي وابنها، الولد صار يعني بيحكي مثل التلفزيون، بيمارس تصرفات غريبه، يعني صار الولد مثل الاله يعني، حاليا عمره كبير وحتى فوتناه يعني على روضه، يعني كان في تعامل غريب حتى مع الاطفال. لا. بس هو عنده نطق، يعني هو بيحكي كلمات غريبة يعني. عم بفهم منك انه هو بيحكي. اوكي انقطع الاتصال. بكل الاحوال حكيم تكون كتير واضحة باللي بدي اقوله.
التوحد منا حاله مكتسبه من خلال جلوس الولد قدام شاشه التلفزيون. ولكن اللي كانت عم تحكي من شوي مايا هو اوقات بخربطوا بالتشخيص لانه قد ما بيشبه حاله يعني اهمال الولد اوقات بصير في تاخر بالنطق، بصير في تاخر بردات الفعل، بنحس انه في نوع من التاخر بالنمو الشامل، ممكن تكون احدى العوامل المساهمه هي الجلوس لفترات طويله قدام تي في، بس التوحد منه ابدا حاله مكتسبه من هالموضوع هيدا. فاذا نحن بدنا نميز بالنسبه لابن اختك بين شغلتين، بدي ميز بين انه بالفعل يكون في حاله توحد تم تشخيصها من قبل اطباء وما لها علاقه بالقعده قدام تي في، او يكون في تاخر بمجالات ثانيه بالتطور اجى هالتاخر من احدى العوامل المساهمه كانت جلوسه لفترات طويله قدام التي في، هيدا بدنا نميز بين هالشغلتين، بس ان كنا عم نحكي عن حاله توحد اوتيزم او ان كنا عم نحكي عن حاله تاخر باكتساب المهارات او مهارات معينه، بكل الاحوال يلي بده يصير هو انه هو بده مرافقه اكيد، هالمرافقه بدها تكون من قبل اول شيء بدنا نزور المعالجين المختصين تنشخص، بعدين اخصائي نفسي حركه، معالج لغوي، الولد بس يكون عنده ان كان حالات توحد وان كان حالات مختلفه كليا يلي هي تاخر معين بالتطور، هو بحاجه كثير لمحفزات، بحاجه كثير انه انا حفزه لمثيرات معينه سمعيه بصريه تعلميه، وبالتالي هيدا اللي بده يصير، يعني بده بروجرام عمل، منه قصه جلسه او جلستين، يعني جلستين بزور حدا وخلص بشخص او بقول له شو بدي اعمل، لا هو بروجرام عمل، برنامج عمل بده ينحط لفتره شوي طويله يعني. مايا لا يمل، ثانك يو، عطول بنحب نكون سوا ونحكي مواضيع كثير، بنكفي بالبريك اذا بدك، بنكفي تحت الهواء نقعد مشاهدين طبعا انه بكره كمان في عندك حلقه نحن عندنا الجمعه هلا الاربعاء، بس بدي اغيب عنه نهار الاربعاء، بيكون في بديل محلي محضرين له موضوع كثير حلو الاربعاء، بس كثير عم تغيبي والجمعه برجع بلش نعترض اوكي بنشوفك الجمعه. لكل المشاهدين مكملين نحن وياكم على الصباح، ما تنسوا تشاركونا صورتكم لاحلى مثل اعلى عندكم من خلال رقم الواتساب 03010533، وبكره السحب لاثنين تيكت، شخص منكم رح يربح سفره على زغرب كرواتيا، وطبعا كمان ما تنسوا زياراتنا اللي كانت عم تصير خلال شهر رمضان المبارك لكل الجمعيات الخيريه، وشكر كثير كبير للي ساهموا معنا وساعدونا بتمضيه اوقات حلوه مع هالجمعيات الرائعة، وأنا شخصيا قمت بزيارة مستشفى دار العجزي الإسلامي، وغيدة ورولا وغادة أيضا قاموا بزيارات تانية. لكل المشاهدين نحن وياكم مكملين على الصباح، بريك قصير وبعدها منعود مع ضيوفنا لنحكي أكثر عن كتاب هالأسبوع كمان، خليكم معنا.